يعني كوباية. اللي جنبي اوه لوجي محظوظة، طلع لها بصلاية. يلا اول حاجة طلعت للوجي بصلة عشان تعرفي على نيتكم ترزقون. دي نيتك، انت كنت منمرة على الفلوس وعارفة مكانها، لما اتلخبطت طلع لك البصلة. استنى انا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. اوه اهي، يا ريتني كنت اخترت دي. والله ما اعرف مكانها، والله عشان تعرفوا بس ان انا ايه يعني. انا اول 200 جنيه طلعت لي. كمان هات 200 جنيه برضه. فين ال 200 جنيه بتاعتك؟ دي 5 جنيه. دي ال 200 جنيه. يلا اول 200 جنيه تطلع لي، اما اشوف هيطلع لي ايه تاني. يعني يلا دلوقتي دور ادم هيشوف معايا. يلا يا دوم اختار. لا ادم، ايه يا ادم حظك في الخمسة جنيه؟ ادم طلع له 5 جنيه تاني. ادم طلع له 5 جنيه، خليها ادم جاي 10 جنيه ان شاء الله. 200 جايه، هنحوش هنحوش هن. دي الكوبايه هنا هنا. يلا يا لوجي انت اختاري. انا انا اختار 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 دي. انا ماما. الكسفه دي، بس الكسفه دي يعني يطلع لي الليمونه. الحمد لله الليمون كويس برضو، وانا تالت الاول 200 جنيه فمش مشكله الحمد لله. مين بقى اللي هيسحب؟ اسحب بقى يا ادم. انا لخبطته، استنى انا لخبطتهم تاني. اسحب بقى يا ادم. طلع له ليمونه تاني، ليمونه ليمونه. يلا يا ادم مش مشكله، ما انت طلع لك 5. يلا يا لوجي انت اختاري. 5 جنيه لوجي طلع لها 5 جنيه. دي اول 5 جنيه تطلع للوجي، فاهي دي اول حاجه من عيديه لوجي. احنا اتفقنا اللي هيطلع له حاجه مش هيرجع فيها. انا كل شويه لخبط الكوبايات قبل ما اشيل الكوبايه عشان يبقى زياده التاكيد ان كل واحد فينا ما يعرفش ايه اللي تحت الكوبايه. وانا دلوقتي اللي عليا الدور، وهتيمن وهاخد دي. فرحان في ايه؟ جنيه. جنيه حلو الحمد لله مش مشكله. انا خدت 200 جنيه في الاول اهو، جنيه. انا طلع لي جنيه، يبقى انا طلع لي 200 جنيه وجنيه وليمونه الحمد لله. وليمونه كمان. يلا مين دلوقتي اللي عليه الدور؟ ادم. ادم؟ طب استنى هلخبط تاني الكوبايات عشان ما حدش يعرف ايه اللي تحت الكوبايات. انا عارف. انت عارف؟ اه. طيب وريني. خد كوباية. ضحكت عليا، ربنا ردهولك على طول اهو. طلع لادم جنيه تاني. يلا يا لوجي انت اللي هتشوفي. اوه 50 جنيه. اهي لوجي دي تاني مرة فلوس تطلع لها، والمرة دي طلع لها 50 جنيه، يبقى كده لوجي معاها 55 جنيه. دلوقتي الدور عليا انا. ممكن اخبط لك؟ عايزه تلخبطي لخبطي، بس انت لو لخبطتي هتخلي اللي تحتهم يبانوا عشان هي من غير ما تتشال. يعني مش هتشال اهي كده. اسحبيهم جامد جامد، يعني خليهم ايه مقفولين تحت. ايوه كده خلاص. اختار. تختاري اني واحد. اختار المره دي من الشمال. اختار دي. تاني 200 جنيه طلعت لي. دي انت اكتر. طب اختار يلا. جنيه تاني. شوف شوف كتير كده جنيهات مع ادم كتير كده. ادم طلع له جنيه تاني. جنيه ادم كده معاه 12 جنيه بحالهم ولمونه. هتعمل بيهم ايه يا ادم؟ هيجيب بيهم لبان طبعا. لبان ب 12 جنيه؟ هتعمل بيهم ايه؟ كتير قوي. هجيب بيهم لبان. لبان؟ طيب. ده اللبان ب 10 جنيه. اللبان لا، ليه هو اللبان بجنيه واحد بس؟ هيبقى معاك 11 جنيه بحالهم. انت يا لوجي يلا اختاري. دي الفلوس بتاعت لوجي وهي في الكوبايه دي. دلوقتي دوري انا. لا انا لخبطيهم عشان ما تقوليش ان انا شايفاهم. اهو مش شايفه. اهو. خلاص طيب، بس ما ترفعهمش من على الترابيزه عشان انت كمان ما تشوفيش ايه اللي تحتيهم. خلاص. لا ليه يا لوجي انت بتعملي ايه؟ انت بترفعي من على الترابيزه.
يبقى انت شفتي اللي تحتيهم. ايوه شفت اللي تحتيهم بس ما خلصني انت اللي هتلخبطي. طيب ماشي. انتوا كمان شفتوا اللي تحتيهم ولا ايه؟ اه هما كمان شافوا. طيب نختار دي. ايه ده؟ لا لا والله لا 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 جنيه انا اللي طلعت لي انا خلاص. طب اعمل ايه؟ انتوا حظكم كده مفيش فلوس. دي تالت مره تطلع لي. يعني انا شايفه ان لوجي اهي معاها لكن ادم يعني مش معاه حاجه. اه معايا. اه يا حبيبي معاك دول كتير. انا معايا قليل قوي. فهشوف يعني انا مش عارفه والله بجد اقول ايه. يعني ده حظي. حظي حلو بصراحه. هدي الحظ بين ادم ولوجي انا اللي كسبته بقى. حظك وحش. لا حلو. هو فين الوحش؟ حد طلع لكم 200 ولا حاجه؟ لا عشان الليمونه. مش مشكله الليمونه هعمل بيها عصير ليمون اروق بيها على نفسي. وانا بصرف ال 600 جنيه دول لحد الوقت اللي طلعوا لي. يعني مين اللي هيسحب؟ انا. طب وريني. نص جنيه يا حبيبي. ما تشوف هنا يمكن هنا في الخير. طلع له نص جنيه حلو. هتجيب بيه ايه ده بقى؟ هجيب بيه بعد نص البانة. عصير. عصير بنص جنيه ليه؟ مفيش عصير بنص جنيه. مش مشكلة انا ممكن صعبت عليا ممكن ابقى اجيب لك انا كوباية العصير او علبة العصير. يلا ادم طلع له نص جنيه. يعني انا عامل عصير. انا عامل عصير بس. اه صح ما انت طلع لك الليمونة. دلوقتي الدور على لوجي ان هي اللي تشوف كوبايتها. صح يا لوجي؟ بس غمضي عينك بقى. غمضي عينك وبامانه ما تفتحيش عيني. غمضي عينك. غمضي عيني. كويس 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 كويس. انت شايفه؟ انت بتغشي. انا شايفه عينك مفتحه ايه؟ لا شيلي ايدك من على عينك. غمضي عينك. ايوه كده. اضحكي اضحكي اضحكي. يلا يلا شوفي. استنى ادم لوجي فاضيه؟ اه نيتك دي نيتك اهو. عوزي فاضيه كوبايتك طلعت فاضيه ما فيهاش حاجه. يلا عشان تشوفي قعدتي تتنصحي وتعملي هي طلعت كوبايتك فاضيه. انا انا اختار اني الخبط. لخبطي. انت هتلخبط. طب استنى عشان انت ممكن تبين اللي تحتيهم. انا اللي هشوف صح؟ دور عليا انا صح؟ طيب انا اختار اني اختار دي. بس انت اصلا حظك ليمون ونص جنيه وخمسة جنيه. انت هتقولي انا اختاري ايه؟ بس مش مشكلة هسمع كلامك يا دون. هختار دي زي ما ادم قال لي. انا عارفه انا عارفه. هو بيطلع له ايه غير جنيه ونص جنيه؟ لما هسمع كلامه اكيد هيطلع لي الجنيه يعني. يلا اهو انا طلع لي جنيه من شوره ادم. يلا دورك شيل وريني. لا استنى. اوه ليمونه تاني. ادم طلع له الليمونه الثانيه. وكده ادم هيعمل العصير اللي هو عايزه وهيوفر النص جنيه. اه هات الكوبايه. خلاص لسه دون دون دون. قشره البصله بتاعتك. اه لوجي طلع لها ال 200 جنيه. يلا مش مشكله انا كنت يعني تطلع لي لوجي مش مشكله انا خدت ثلاثه. حاضر اهي لوجي طلع لك لها ال 200 جنيه. ما طلعليش ليمون فاشتري الليمون. فاضيه دي بقى. انت فاضيه؟ اه طلعت لك معلش يا دومي. انت كمان انت سحبتها انت ما لحقتنيش حتى لخبطهم كده. كده ادم طلعت له الكوبايه بتاعته فاضيه فخلاص. لا ما تشوفش تاني. استنى كده ناقص ثلاث كوبايات. والثلاث كوبايات دول فيهم فلوس وفيهم حاجه ملهاش اي لازمه وفيهم ممكن تبقى حاجه فاضيه مش عارفه لان انا ما فتحتش وشفت. واحنا ثلاثه. استنى يا دومي. حاضر حاضر هقول لك الخبطهم. هقول لك دي. طب استنى ما الخبطهم خالص. فانا هقعد الخبط كده لحد ما هشوف ان هم خلاص كده الثلاثه اتلخبطوا مع بعض وكل واحد فينا هياخد كوبايه. استنى ما تشوفيش. يلا يلا استنى. مين اللي هيختار اول واحد؟ انت. انا هقول لك. طب قول اختار.
عايز دي انت بتفرح كده انت فرحان كده ليه ده بطمايا لا بس انت اللي اختارتيها ادم طلعت له طماطمايا وفرحان جدا وسعيد بيها يعني يا ربنا ربي يكملك بعقلك يا حبيبي استني يا لوجي يعني فرحان جدا بالطماطمايا يعني خلاص يا بصي ادم لا طماطم وليمون اعمل لك سلطه في العيد يلا حبيبي مش مشكله ما تزعلش يا دوب ما تزعلش ما دور مين ما ده دورك ما انت اللي اخترتها مش انت اللي اخترتها طيب ما ده دورك انا اللي بعد انا اللي اعمل انت اعملي وبعد ما تعملي انا هعمل اخترتيها يا لولي ليه لا يا حبيبي ده انت اختيارك انت الطماطمايه وانا همشي وراك بعد الجنينه اللي تلاقيها لي بسببك خلاص انت بقى ما تبصيش ها مش مريحان انت دلوقتي دور مين دورك انت لا انا انا في الاخر خلي لوجي اللي تختار يلا يا لوجي سمي كده بسم الله انا عارفه بقول لوجي ادوري بس لا انا حرام كانت مغمضه عينها يعني مش فلوجي طلع تاني 200 جنيه كده بقى